السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، نجرب. دخل عملاقان اوروبيان اخران المضمارة لامتداد. كما نشاهد يمكن استماع او قراءة النصوص بالصوت في المتصفح. هذا ما تشاهدوا في هذا الشرح. قبل ذلك يمكنك دعمنا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. نمر إلى الشرح. هذا الشرح يخص متصفح إدج الخاص بمايكروسوفت. فيه خاصية في الأعلى كما تشاهد هنا، أي تضغط عليها ثم يظهر لك هذا الشريط وهو قارئ النصوص في الصفحة صفحة الويب. هنا Voice Option، بعض الخصائص يمكنك اختيار نوع العربية، يوجد اثنين ايجيبت وسعودي عربي. هنا تسريع القراءة، اتركها في Normal. كيف يعمل؟ بمجرد اختيار عمل Select على النص ثم الضغط هنا Play. دخل عملاقان أوروبيان آخران المضمار لانتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في سوق الانتقالات الصيفي. كما شاهد أنه يقوم بقراءة ذلك النص كاملا بينما تقوم بالعمل العادي في الحاسوب أو أي عمل تقوم بتصفح الإنترنت. فالطريقة بسيطة جدا، كما قلت تعمل على Edge، متصفح Edge. كان هذا شرح اليوم، شكرا للاشتراك في القناة ومشاهدة الفيديو. إلى الشرح القادم، السلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.